هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وزارة التموين أعلنت عن تزويد معارض أهل المدارس بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم اللي بيتم عرضها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية. وكمان تم الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعروض طوال فترة إقامته أو الموجودة طبعا في المعرض، والتسهيل كمان على المواطنين. خلينا نتعرف يا شاذلي أكتر على تفاصيل من الأستاذ أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو حضرتك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين على السلع الغذائية المقرر تزويدها أو تزويد معارض أهل المدارس بها بجانب مستلزمات المدارس كمان. أول حاجة كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. يا بنا وبرضو أستاذ أحمد ممكن تغير المكان بس عشان نسمع صوت حضرتك بوضوح. ألو. تفضل يا فندم. بلد الزبادي طبعا هذه المعارض بتقام موفقة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتقدم منتجات مصرية بجودة عالية وبنفس الوقت بأسعار منخفضة للسادة المواطنين. الحاجة الثانية يا فندم أن كل ما يحتاجه الطالب موجود تحت سقف واحد، سواء طالب الجامعة أو طالب المدرسة، بمعنى أن طالب المدرسة لما يروح المدرسة بتاعته الصبح والشنطة بتاعته فيها كل ما يحتاجه داخل هذا المعرض. المعرض الرئيسي يا فندم ده بيقام على مساحة 6000 متر بيضم 178 جناح، واللي شرف بافتتاح معالي فخامة السيد دوله رئيس مجلس الوزراء يوم الاربعاء 14/9 وفتح الجمهور تاريخ 15/9. المعرض قام 15/9 حتى 9/9. كل ما يحتاجه طلب زي ما قلت لحضرتك موجود في شاف واحد. التخفيضات لا تقل باي حال من الاحوال عن 20%. المعرض بيضم خمس قطاعات رئيسيه، اول قطاع فيهم طبعا الادوات المكتبيه والمستلزمات المدرسيه وده لوحده 70 جناح. الجناح الثاني او القطاع الثاني المصنوعات الجلديه بمختلف افراحها زي الاحذيه والشنط، حتى المحافظ موجوده كمان هناك في المعرض. الحاجه الثالثه طبعا المواد الغذائيه. المواد الغذائيه يا فندم انا بذكر من خلال برنامج حضراتكم المحترم دوت ان الشركه المصريه القابضه التابعه لوزاره التموين داخله ب 11 جناح بتضم جميع انواع السلع الغذائيه ابتداء من المربى والجبن بانواعها والالبان بانواعها حتى الزيت والسكر والرز موجودين داخل هذا المعرض. اذا هذا المعرض مش بس للطالب، لا ده للاسره المصريه كلها. القطاع يمكن الرابع اللي هي المستلزمات بتاعت اللابتوب والكمبيوتر موجوده برضو، والقطاع الخامس وده مهم جدا اللي هي الملابس الجاهزه، الملابس الجاهزه عن الزي المدرسي اللي بتحتاجه الاسره علشان خاطر ابنائها. طيب يا فندم حضرتك تحدثت عن وجود السلع الغذائيه، كمان في تخفيض على السلع الغذائيه اللي هتكون موجوده في معرض اهل المدارس مظبوط؟ بالطبع يا فندم ده اساسي. كام يا فندم نسبه التخفيض؟ التخفيضات يا فندم لا تقل باي حال من الاحوال عن 20%. طيب ايه السبب اصلا يا فندم برضو؟ موجوده طبعا استاذ احمد عشان ممكن الناس تسال برضو، احنا اكيد عندنا الشوادر اللي فيها السلع الغذائيه والمعروض من هذه السلع، ايه السبب اللي خلانا نحط هذه السلع في معارض اهل المدارس؟ وده جديد اعتقد دي اول سنه يتنفذ ده. هو السنه دي حضرتك بالنسبه لمعرض اهل المدارس احنا وازننا ما بين احتياجات الطالب واحتياجات الاسره. عظيم. لان احنا الجميل جدا اللي احنا شفناه وشاهدناه بعيوننا داخل معرض اهل المدارس الرئيس اللي موجود في مدينه نصر ان هناك تكتلات اسريه بمعنى الزوج والزوجه والابناء موجودين تحت سقف واحد في هذا المعرض. وده كان الهدف الاساسي. يعني غير بقى تخفيف الاب عن كل الاسره المصريه، الا ان كان في هناك بعد اجتماعي اخر وهو لم شمل الاسره مره اخرى في الاعياد والمناسبات ومنها هذه المعارض. الجديد في الامر برضه حضرتك ان دوله معالي رئيس مجلس الوزراء اشاد بالمنتجات المصريه اللي اصبحت دلوقتي موجوده داخل المعرض بنسبه لا تقل عن 80% وهي مصريه صناعه مصريه بنسبه 100%. ودي حاجه جميله جدا. الحاجه الاجمل بقى حضرتك ان هذه البضاعه موجوده من المنتج الى المستهلك، يعني دون وجود اي بسيط. بمعنى ان اساسا هو السعر مخفض وكمان عليه تخفيضات وفقا لاداره المعرض. اعتقد ان معرض السادات تقبل واحسان الساده المواطنين، وده اللي بيسلك صدورنا، يعني اهم حاجه رضاء هذا المواطن. طبعا بكل تاكيد يا فندم. طيب لو حضرتك تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين على مواعيد فتح المعارض، يعني اولا هيستمر لحد امتى ومواعيد فتح ابوابه وغلقها ايضا؟ المعرض الرئيسي يا فندم هو من 15 لحد 29، مواعيد افتتاح حضرتك 10 الصبح حتى 10 مساء. الجديد في الامر برضه حضرتك ان في 58 معرض رئيسي
داخل محافظات جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه الى 108 معرض فرعي وكمان 32 شادر و64 قافله متحركه. هايل. كل هذه البوتقه من المعارض هدفها حاجه واحده بس، هي خدمه الاسره المصريه. والقوافل دي يا فندم في جميع محافظات مصر، وكمان المعارض دي موجوده طوال ايام الاسبوع، مظبوط؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. طيب. ده في بعض المعارض حضرتك كمان هتبقى مفتوحه بعد دخول المدارس كمان. ده عظيم جدا. نيجي نتكلم بقى عن نقطه ثانيه وهي لا تقل اهميه عن كل اللي حضرتك ذكرته، وهي جوده المعروضات. يمكن هدف اداره المعرض السنه دي يا فندم برئاسه الاستاذ مهندس ايمن حسام الدين، كنا بنشتغل على السعر المخفض اولا ثم الجوده، والجوده هي لا تقل ابدا عن السعر. ويمكن دوت اللي اشاد بيه دوله معرض اسمه مجلس الوزراء والساده الوزراء المرافقين لسيادتك، حتى الساده المواطنين اللي بيدخل المعرض بيلاقي منتجات جميله جدا وجوده عاليه جدا. انا مش عايز اقول اسماء مكتبات داخله، ولكن احنا راعينا السنه دي برضو ان كبار المكتبات داخله في هذا المعرض وصغار برضو المكتبات، عشان يديهم فرصه ان هم يظهروا ويزوروا منتجاتهم الجيده الساده المواطنين، وهم الحكم الرئيسي في هذا، مش احنا. الحكم الرئيسي في هذا الموضوع هو الساده المواطن. انا شايف ان حتى المكتبات الصغيره داخل السنه دي لاقت اقبال شديد جدا من قبل الساده المواطنين، لانه بيلاقوا كل ما يحتاجونه وفي نفس الوقت الجوده عاليه جدا. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ احمد ابو الفضل مدير عام الرقابه على المعاملات التجاريه بوزاره التموين.